الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سعد الله أوقاتكم مشاهدينا بكل خير مساء الخير ومساء الرحمات ونفحات الإيمانية الرمضانية نطلع عليكم في الشهر الفضيل طبعا كل حلقة كل يوم حلقة جديدة من برنامج رمضان والناس وأكيد حلقاتنا تكون مميزة مع ضيوف مميزين أكيد وفقرة المطبخ لنوعدكم فيها في كل حلقة بس اليوم إن شاء الله مع فقرة الإتيكيت فنتمنى أن أنتم تتابعونا للنهاية مساء الخير يا نايف مساء النور اختي مشاعل وتقبل يعني الله أعمالك كذلك نمسي آه. على مشاهدين شاشة تلفزيون قطر وين ما كانوا نرحب فيكم في برنامجكم اليومي رمضان والناس واللي يجيكم طبعا يوميا من يوم السبت لغايه يوم الخميس اللي راح نسلط الضوء على مواضيع مميزه ومواضيع جديده اللي ان شاء الله راح تكون لها فائده عليكم جميعا طبعا اكيد احنا في شهر رمضان ما زالت الفرصه موجوده ان احنا نستغل هذا الشهر الفضيل. صحيح صحيح. ما شاء الله يعني تونا نقول بسم الله في رمضان اليوم 15 رمضان ما باقي الا 15 يوم ان شاء الله. الله يتقبل صيامنا وقيامنا وصالح اعمالنا يا رب وان شاء الله يا رب نكون من عتقاء النار في هذا الشهر الفضيل وان شاء الله يا رب الله يبلغنا ليله القدر ان شاء الله. رمضان بنفحاته الإيمانية يا نايف أعمال كثيرة حلوة في رمضان ممكن نحن نستقلها من قراءة القرآن من العمل الخير صلة الرحم السؤال على المريض إذا عندنا حد مريض وبعد طبعا في أمور كثيرة واحد ممكن يستغلها في شهر رمضان يعني من ضمن هالأشياء التصدقة والصدقة طبعا مثل ما أنتم عارفين مشاهدين الكرام هناك فوائد كثيره للصدقه من ضمنها هي رب العالمين يطرح البركه في المال كذلك رب العالمين يدفع البلاء عن الشخص اللي يتصدق، في امور كثيره واحد ممكن يستفيد منها من التصدق. نعم، الصدقه وايضا اعمال الخير يعني مثلا لو بنقول شيء بسيط ان ربه المنزل او الام اللي قاعده تطبخ تطبخ حق عيالها وحق بيتها ان شاء الله ماجوره، اللي يشتغل ويطلع في هالشمس هذه ان شاء الله بعد ماجور فالعمل ان شاء الله في رمضان يكون في ثواب اكبر واكبر عن الايام العاديه ان شاء الله كل ايام رمضان ايام خير وايام رحمه وان شاء الله يا رب يا رب كلنا عملنا متقبل ان شاء الله نطلع من رمضان واحنا ان شاء الله غير خاسرين نطلع من رمضان واحنا الله سبحانه وتعالى راضي علينا ومعتقين من النار صراحه امهاتنا اللي يصومون في رمضان الله يعطيهم الصحه والعافيه ان شاء الله يدخلون المطبخ ويطبخون في من امهاتنا يصومون في من امهاتنا ما يقدرون يصومون فالله يعطيكم الصحه والعافيه امهاتنا كلنا وكل اللي شاهدنا ان شاء الله احنا معنا تقرير عن الصيام وفضل الصيام ونشوف الصيام عن كبار, كبار السن نشوف هذا التقرير ونرجع لكم. ودنا نتقدم باجمل التبريكات والمباركه للمواطنين ولجميع الامم الاسلاميه بحلول شهر رمضان المبارك اعاده الله علينا وعلى جميع المسلمين بالخير والبركه. احب ان انبه ان هناك فئه من كبار السن اطهر الله في اعمارهم يعانون من بعض الامراض المزمنه، والامراض المزمنه بعضها مع بعضها قد يستطيع المرأة الصيام وقد لا يستطيع مع بعضها الاخر، فانصح قبل البدء او الشروع في الصيام ان يراجعوا الطبيب المختص. حتى يعطيهم الاذن اذا كان يعني ممكن لهم الصوم. الوجبات الغذائيه لابد ان تكون اكثر من واحده، اي وجبه الافطار ثم السحور ويحبذ اذا كان هناك وجبات خفيفه بينهما، ولابد ان تحتوي على جميع العناصر الغذائيه المتكامله. بالنسبه للسوائل والماء هي لا تغل اهميه عن الاكل وهي تمنع الجفاف اثناء ساعات الصيام في النهار، ايضا ينبغي الحرص على تنظيم الوقت بحيث يتناول المرء يعني ما يكفيه لاثناء ساعات الصيام ويحرص كبار السن بالتحديد على تناول كميه كافيه من الالياف التي توجد في البازلاء والفول والعدس حتى لانها تسهل عمليه الهضم وتمنع من الامساك اللوز هو احد يعني كبار مشاكل كبار السن وايضا تمنع تغلي إمكانية حدوث الامراض المزمنه مثل سرطان القولون عز الله واياكم عند الافطار ينصح البدء بالماء ويا حبذا لو كان دافئا وليس باردا جدا ثم بعده يعني ياتي التمر والتمر طبعا يمتص سريعا جدا جدا من الامعاء ويفضل في المرحله اللي التي تليها ان لا يبدا الانسان بالاكل مباشره يعني الوجبه الاساسيه لا تبدا يعني مباشره بل يحبذ ان يبدا الصائم طاب الله منه ومنه بالشوربه وهي حبذا لو كانت من العدس او من الخضار لانها تحتوي على الالياف والفيتامينات والاملاح التي يفتقدها الصائم وايضا هي عندها دور سحري في حيث انها تجهز الجهاز الهضمي وتهيئه بافراز العصارات الهضميه حتى تكون المعده جاهزه لاستقبال وجبه الافطار الاساسيه بعد صلاه المغرب تاتي الوجبه الاساسيه والمحبس فيها ان ياكل الانسان ببطء لانه الاكل بسرعه ويعني قد ياثر على الجهاز الهضمي ويؤدي الى اما الوجبه فيعني الخطوط العريضه فيها يعني يفضل الشواء من الغلي ويفضل يعني مثلا الاسماك او اللحوم اذا اذا تناولها المرء لابد ان يعني تكون مشويه. اما بالنسبه للفراخ لل... وكذا يعني ينصح يعني نزع الدهون والجلد منها حتى لا تؤثر على مستوى الكوليسترول وعلى على الجهاز الهضمي زياده على ذلك كما ذكرت آنفا تناول الالياف والسلطه السلطه هي يعني لها تاثير كبير على الجهاز الهضمي من تنظيمه وايضا فيها كميه كبيره من الفيتامينات والاملاح وحتى السوائل او التي تعوض ما فقده الصائم كثيرا وتساعد على هضم الوجبه الاساسيه من المحبز يعني ال ال الاسراع في تناول 8 ل 10 اكواب من الماء ما بين وجبتي الافطار والسحور وهذه مهمه جدا واحب ان انبه عليها لانه معظم اسباب الجفاف والتدهور الصحي وتدهور الكليتين واعضاء الجسم ينتج من الجفاف ويقلل من كميه الشاي والقهوه انهم مدرين للبول ويعني ينتج عن ذلك نقص كبير في الأملاح والسوائل للجسم وبالتالي قد تؤدي إلى الجفاف بالنسبة للسحور وهي وجبة رئيسية ينصح بتناول الخبز ومشتقاته والألبان والفواكه يا حبة الجافة وتجنب الأشياء مثل الفلافل والشاورما لأنها يعني يعني على حسب محتواها تؤدي إلى فقد في الأملاح وجفاف أثناء النهار أحب أن أنصح يعني كبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة أن يبدأوا بمراجعة الطبيب قبل الشروع في الصيام للسلامة الطبية والجسدية وأخيرا كل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم مشاهدينا الكرام مستمرين معاكم في برنامجكم اليوم في رمضان والناس مثل ما ذكرنا لكم راح نتكلم عن مواضيع كثيره ومفيده ان شاء الله وفي المقابل ومن جانب اخر طبعا التغيير الايجابي مهم جدا ويحتاج الى دوافع طبعا ومحفزات تدفع الشخص نحوه وتحثه عليه وتعينه على الالتزام به. وفي هذه الفقرة طبعا راح نتكلم عن أهم المحفزات والتغيير الحقيقي وأفضل الطرق لإدارة الوقت خلال هذا الشهر الفضيل وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا استضافة الدكتورة شريفة العمادي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي إن شاء الله دكتورة أهلا وسهلا أخوي نايف هلا مرحبا مشاعل يا مرحبا كل عام بخير صحة وسلامة إن شاء الله دائما يعود علينا بالصحة والسلامة وإن شاء الله السنة الجاية نكون بدون كورونا إن شاء الله اللهم الله. الله أمين إن شاء الله. الله يستجيب إن شاء الله آمين يا رب العالمين آه دكتورة عالم. إحنا سعداء بتشريفك معنا في برنامج رمضان والناس آه لما ما شاء الله من معلومات قيمة تعطينها آه للموضوع اللي احنا اليوم راح نتكلم فيه. حبيبه قلبي لا. اصلا انا سعيده جدا انه انتم اليوم خليتوني اطلع وجهي اشوف الاجواء الله هذه الجميله معاكم <applause> وفعلا يعني احنا دائما نتابعكم مواضيعكم جدا مفيده للاسره وافراد الاسره والحمد لله يعني احنا في مجتمع عندنا التمسك بالعادات والتقاليد وفي نفس الوقت ثقافه المجتمع وتماسكنا احنا كاسره هو اللي مخلينا في اي جائحة مش فقط نعم. كورونا أنه إحنا نكون الأفضل ونفكر بشكل إيجابي أكثر إن شاء أكيد. أكيد نعم إن شاء. إن شاء. دكتورة إحنا على السنة الثانية على التوالي لجائحة كورونا طبعا إحنا متعودين في رمضان ناخذ صحوننا ونروح لبيت العود أو بيت الوالدة طبعا إحنا نروح بس يعني مش باستمرار مثل قبل فأكيد جائحة كورونا قدرت أن هي تبعدنا عقب كنا قريبين قدرت ان هي تبعدنا وهذا طبعا اكيد لصحتنا يعني علشان نتفادى هذه الجائحه. فشلون تشوفين انه ممكن تاثر على نفسيتنا؟ شوفي انا بالنسبه لي مثل ما قال اخوي نايف لازم نفكر بشكل ايجابي، وصراحه من يمكن بدات الجائحه ويمكن في برامج مهمه في تلفزيون قطر دائما اظهر واتكلم انه احنا ما نقدر نقول انه احنا لازم نكون تباعد اجتماعي، لانه التباعد الجسدي هو اللي صار، ولكن التباعد الاجتماعي ما صار لان عندنا وسائل تواصل نعم. اجتماعيه قاعدين نتعامل معها يعني احنا قاعدين نتواصل اليوم مع الجد والجده، والجد الابو والام، بالصوره وبال بال... بالصوت، نعم. وقاعدين ن... ن... نشوفهم نتكلم، يعني هو مو بسبب اني انا والله لاني ما اقدر اروح ازور اني انا ما اتواصل، لا قاعد اتواصل نعم. مع الاهل، اتواصل مع صديقاتي اتواصل مع الناس ويمكن حتى لما انا اسال بحكم دراساتنا وبحوثنا احنا في معهد الدوحه نسال حتى المقيمين يقولون صرنا نتصل باهالينا اكثر من قبل لان نحس انه احنا قاعدين في البيت فعلا وبدت في انشطه معينه مش موجوده فبدينا احنا نتواصل مع اسرنا اكثر وصار في تقارب اكبر نعم. وخلينا برجع اقول نفكر بالجانب الايجابي عندنا دراسه ايضا عن التماسك الاسري في جائحه كورونا واحده من المشاركات قالت انه انا صدق ما اقدر اروح حق اسرتي، تعودت اني انا قبل كل يوم اروح لهم على العشاء او انه في رمضان راح اتفطر عندهم، ولكن بسبب الجاحة اضطريت اقعد في البيت مع اهل زوجي، تعرفت على اهل زوجي وطلعوا ترى وايد ناس زينين. فهذه الكلمه انا عجبتني انه احنا فعلا في اشياء ايجابيه حوالينا ما نحس فيها، اكيد انتم سمعتوا كثير من الناس يقولون انا تعرفت على اسرتي، صحيح. الاولاد يقولون احنا نعم. 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 تعرفنا على الابو ابوي وامي اكثر ترى ابوي يعرف يلعب معنا العاب معينه ما كان يلعبها يعني معانا دكتوره مقطع كلامك اللي بالخير حتى صار في وقت او متسع من الوقت ان الواحد يقعد مع عياله في البيت اكثر سبحان الله يعني ونقطه وايد مهمه اخوي نايف لان احنا عندنا مشكلتنا كانت أن ما في حوار بين افراد الاسره صحيح وفي فتره الجائحه الاسره قعدوا مع بعض وخلاهم يتحاورون وفي دراسة إحنا سويناها على رفاه اليافعين قبل اه اه كورونا وما بعد كورونا إحنا غير عن المجتمعات الثانية العنف نزل عندنا بشكل كبير ممتاز. ال ال الحوار زاد العلاقات الأسرية زادت إيجابية وهذه موثقة بدراسات فهني إحنا بالعكس إحنا لأن مجتمعات لا زالت تحافظ على كيان الأسرة ولا زال المجتمع القطري والمجتمع الخليجي بالذات يعتقد ان الاسره هو صمام الامان له، فيحافظ عليه في كل اموره، بالتالي احنا هني قاعدين نتفادى مشاكل انحرافات، قاعدين نتفادى مشاكل نفسيه مثل ما قلتي اختي مشاعل، هل تاثير نفسي اليوم، اليوم التاثير النفسي على المجتمعات اللي فيها فرديه، اللي تعودت اني انا انفصل عن اسرتي واروح اعيش بروحي حتى لو مش متزوجه والى اخره هني في هالفتره بينت المشاكل لان لما صارت الكورونا والجائحه وصار انه احنا لازم نكون في فقاعه واحده في, في منزل واحد صارت الاسره الممتده خلاص هي هي في بيت واحد حيث. وصارت بين تاثير هذا على الصحه النفسيه فصارت المشاكل النفسيه تطلع في المجتمعات الفرديه في مقابل ان هي مش موجوده بنفس الشكل في المجتمعات اللي هي فيها اسره وفيها جميل. يعني جميل. اكثر من فرد عايشين مع طيب دكتوره معروف ان شهر رمضان يعتبر مدرسه مه. وممكن من خلاله احنا نقدر نرسخ فيه مجموعه من المبادئ فاحنا كيف نقدر نرسخ مبدا التعاون داخل الاسره الواحده؟ خلينا نروح احنا بكل بساطه ونعيش يوم رمضاني حلو كلنا مع بعض، احنا نشتغل ترى عن بعد حاليا في الجائحه، قبل كنا نروح الوظيفه خمس ساعات في فتره رمضان ونرجع، هني نرجع نبدا هني ندخل المطبخ، نحاول انه احنا نسوي اكلات مع بعض، كلهم في هذا الوقت متواجدين. <applause> وهذه ميزه رمضان سواء كانت فتره الجائحه او ما قبل. هني في وجودنا في نقاش، في كلام، في مساعده، نساعد بعض، نشتغل مع بعض، بالاضافه الى أن احنا عندنا مثلا وقت معين خصوصا فتره العصريه هذه نقعد نقرا القران، تلاقي كل الاطفال الابو والام ماسكين مصحفهم يقرون، فهي هو مجرد انه احنا نسوي نشاط واحد هو ترى ارتباط، هو نوع من الارتباط النفسي انه احنا قاعد نسوي شيء مع بعض فبالتالي يربطنا ببعض، فهذا النشاط ايضا موجود، بعدين بعد قراءة القرآن نروح مرة ثانية للمطبخ ونرتب اغراضنا ونحطها ونقعد أهم نقطة يمكن احنا مفتقدينها هو قعدتنا على سفرة واحدة، ما تتحقق لنا حاليا، قبل احنا أنا تربيت وعشت في جو يمكن اكبر منكم انه احنا الغداء مستحيل كلنا لازم قاعدين على الغداء كلنا كنا نرجع من المدرسه نحط شنطنا نبدل نقعد على صفرة واحده هني كنا نقول حق ابوي وامي ايش اللي قاعد يصير معنا وايش اللي صار فهذا الحوار هو اللي كبرنا وصلنا لهالمرحله وتعلمنا منها هذه المرحله يمكن ما شافوها الجيل الجديد بالشكل اللي احنا شفناه لان المدارس اختلفت بمواقيتها الاعمال اختلفت مواقيتها في رمضان لا كلنا نقعد على فطور واحد الاحلى بعد الفطور وقعدتنا هذه لصلاه العشاء بعد صلاة المغرب يعني كلنا نشوف برنامج واحد مع بعض نتناقش مع بعض نتكلم <applause> مع بعض هذا اللي يربطنا ببعض في نقطة مهمة ولازم نركز عليها يمكن احنا كلنا زعلانين انه احنا ما قادرين نصلي صلاة التراويح صحيح. في المساجد وهذا شيء مش مش بسيط علينا ولكن اليوم احنا في بيت الحمد لله في اسرة ممتدة يعني اغلبيتنا اسر ممتدة حتى لو كنا في فيلا واحدة فلل متشاركة في في منطقة واحدة فاحنا محاصرين في في مكان واحد نقدر انه احنا نستغل هذه الفرصه ورب الاسره يصلي بعياله صلاه التراويح صحيح. و و وهني نعلمهم المبادئ ونعلمهم ان احنا احنا كلنا مع بعض ونقدر نسوي هالشيء والحمد لله مجالسنا مفتوحه مم. مم. آه الناس اللي هم في نفس المجلس قاعدين يصلون وقاعدين نسمع بهذا الشيء الحريم في في اماكنهم في بيوتهم قاعدين يصلون صحيح. نستغل هذه ال الفرص ونبدا هني بالاضافه الى احنا بعد لما احنا اوكي في فتره صلاه التراويح هذه وكانت فيها بعض المحاضرات في المساجد وايد كنا نستفيد منها الان المؤسسات وحتى احنا المعهد كل ثلاثة عندنا جلسة ساعة من تسعة ونص لعشر ونص صاروا الناس يحضرون أكثر لأنهم قاعدين في البيت وعن طريق الوسائل هذه اللي توفرت لنا الحمد لله إحنا في المجتمع القطري يعني نحمد الله ونشكره دائما انه بس صار صارت الجائحه على طول قدرنا صحيح. ننتقل الى العمل عن بعد لان احنا صحيح. كل ادواتنا جاهزه، اجهزتنا جاهزه، كل شيء موجود حوالينا فاستغلينا هالوضع وكنا مع بعض. نعم. فهذه يومنا الكامل اصلا مليء بكل شيء ايجابي نقدر نستغله باستغلال آه دكتوره حضرتك ذكرتي شيء ان صلاه التراويح صر يعني صاروا الناس ما يصلونها في المسجد، الحمد لله احنا قبل كنا نسمع صلوا في رحالكم بالطبع. وكانت هي كثير مؤلمه صح. على النفس والله العظيم انا عارف ناس كانوا يصيحون لان يسمعونها صح الجملة كلنا يعني... كلنا كلنا تضايقنا وكلنا صحيح. صحنا حتى لو متعودين نصلي احنا الحريم مثلا بعضنا في البيوت صحيح ولكن ما تقبلناها ولكن احنا مثل ما قال في البدايه اخوي نايف شلون احنا نخلي حياتنا اي منحه او محنه نسويها منحه نعم. هذه نقطه مهمه جدا انه احنا بالعكس بن... صحيح. بنتذكر هذه الايام ونقول يا ريتنا استغليناها حتى... اكثر واكثر بشكل حتى ايجابي حتى دكتوره الوقت الوقت قبل كان ما عندنا وقت لاي شيء الوقت يمر بسرعه بالطبع. لكن الحين لا صرنا لا نقدر الوقت نقدر النعم صار الوقت لحين ما اذن لحين صلاه العصر ما اذن يعني وقت طويل ان احنا صرنا نستقل الوقت هذه سواء في المطبخ او مع عيالنا او ان احنا نقرا كتاب نستفيد منه صار الوقت اطول مع هو الوقت نفس الوقت ولكن احنا كنا ما نقدر احنا بعد تعلمنا منه كمؤسسات الان من هالموقف، لما كنا نسوي محاضرات يمكن في رمضان نحاول نخليها اول اسبوعين نعم. وتدرين إن انت لازم تنتقلين وتروحين المكان والزحمه وان انت يعني تاخذين وقت حتى المسافه هذه نعم. الان وكان عدد معين يحضر يعني الناس تحب الامور هذه، ولكن لما سويناها الحين عن بعد صار عدد يعني في اعداد كبيره تستفيد صحيح. مجرد من نعم. تلفونهم نعم. يدخلون نعم. نعم. الان انا يعني ان شاء الله بعد بعد الجاي حتى لو كان في الموقع لازم نسويه نعم. مباشر بطريقه معينه بالأجهزة. حتى من خارج ستناصر. الدوله ممكن يشاركون بالضبط يعني. وهذا اللي صار انه احنا من خارج الدوله صاروا يشاركون صاروا عن انشطتنا ويستفيدون الحمد لله من الحمد هذا لله. الشيء طيب دكتوره زميلتي مشاعل تكلمت عن موضوع الوقت و... والكل عارف ان مساله تنظيم الوقت مهم بالنسبه للانسان في حياته العامه فكيف الواحد ممكن ينظم وقته خلال شهر رمضان المبارك وهذه احنا نقول مو احنا شلون ننظم وقتنا اصلا رمضان نظم لنا قاعد <applause> يعلمنا ننظم الوقت نعم <applause> هو شهر نتعلم منه اشياء كثيره نتعلم منه شلون انه احنا يعني نحافظ على صحتنا لانه هو اصلا اللي احنا صحي شلون انه احنا نتقرب الى الله سبحانه وتعالى، شلون نتقرب الى الاخرين، شلون نصفي النفس ناحيه الاخرين كلها عليها في لها انشطه معينه احنا نسويها ولها اوقات معينه، فهي مثلا الصلوات باوقات معينه هي اللي تعلمنا الوقت الصح، عندنا مثلا ال الوقت الفطور انه كلنا احنا نقعد مع بعض علمنا وقت. بعد الفطور جلسة معينة لنا وقت معين إحنا نقضي بعدين صلاة التراويح بعد صلاة التراويح أنشطة في التواصل مع الآخرين الأسرة وإلى آخره بالطرق سواء كان قبل جائحة أو بعد فهو مرتب لنا هذا الوقت أكيد العمل مهم جدا لأنه إحنا ما نقدر في فترة الصيام أن نقف العمل يعني إحنا نوقف العمل لأنه هذه إحنا ما وصلنا الرسالة للعالم العالم <applause> باهميه الصيام واهدافه نعم. لما انا اقول صايمه فانا ما اشتغل هذه مش مش هدف الصيام صحيح. بالعكس انت نشاطك لازم يزيد وتعمل اكثر وتقدم لمجتمعك لانه هذه ايضا عباده نعم. العمل عباده اذا بعد العمل ارجع وانا ابدا عباداتي مثل الصلاه وقراءه القران وبعد ذلك مهم جدا انا يعني وايد اشوف حتى اللي يطبخون الان في احب ترى برامج الطبخ هذه من هواياتي وقعد اقول يعني رساله هذه المراه فخوره جدا نعم. بالقطريات اللي صاروا يظهرون الان ويعلمونا نعم. آه الاكلات الشعبيه حتى نعم. اللي احنا نسيناها مع الوقت شوي شوي فاقول هذه رسالتها شلون هي قويه مثل رساله الدكتور والطبيب طبعًا والمدرس والهاي فم فخوره فيهم فاحنا نعم في هالفتره احنا نتعلم أكيد ونبدا نكتسب هذه أكيد الاشياء وبعدين هم يعلمونا ايضا أن ما بعد ذلك احنا ندخل المطبخ مع عيالي نعم يبدون حتى اليهال يبون يطبخون يبون صحيح آه يقرون نعم يفتحون المصحف مثل ما احنا تعودنا نحطه على أكيد آه مثلا اللي يشيل المصحف وكذا حامل المصحف, حامل المصحف <applause> كلنا إحنا يعني نتعلم هذا الشيء بصراحه آه دكتوره انت قلتي ان انت تفتخرين بالبنات اللي يطبخون وتفتخرين من احنا ايضا نفتخر فيك دكتوره اعطيتينا معلومات جدا مهمه، احنا اليوم في بدايه حلقتنا قلنا عن الصدقه وما شاء الله علموني ينتفع به جزاك الله الف خير في ميزان حسناتك على الكلام الطيب اللي قلتيه. الله يسن. دكتوره شريفه نعمان العمادي المدير التنفيذي لمعهد الدوحه الدولي للاسره، كل الشكر لك. شكرا اختي شكراً, 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 شكرا لك. شكراً شكراً دكتورة. الله يسلمك. يعطيكم العافيه. شكرا. نعم مشاهدينا كرام. نطلع فاصل ونرجع لكم ان شاء الله يا مرحبا ومسهلا مشاهدينا طبعا مثل ما عودناكم هالوقت يكون طبخ ومثل ما عودتكم انا في الحلقه السابقه ان نتكلم عن الاتيكيت تكلمنا في يوم السبت عن ترتيب المائده وادوات المائده اليوم انا راح اتكلم عن شقين اللي هي الفوطه فوطه المائده وبتكلم عن ادوات المائده واستخدامها بس انا حابه اقول شيء ان طبعاً حلو إن الإنسان يكون شكله حلو ولبسه حلو مرتب عنده ثقافه، ثقافه تكون عامه وممكن ان تكون عنده كذا لغه، وايضا تكون عنده اصول ولباقه الاتيكيت، لان احنا نسافر من مجتمع لمجتمع ونشوف ثقافه لثقافه فاكيد الانسان سفير بلده وسفير عمله، يعني فرضا لو انت رحت اي مكان شغلك خلاك تسافر فاكيد راح تاكل بطريقه اللي هي الانتركونتيننتال او الطريقه الرسميه اللي المفروض المتعا عرف عليها انك عشان تواكب اللي قاعدين ياكلون وايضا عشان تكون عصري فكنت حابه ان انا اقول هالشيء الاشياء اللي انا اقولها هذه تكون للاشياء الرسميه اما بيننا وبين اصدقائنا او بيننا وبين اهلنا احنا ناكل براحتنا وفي النهايه احنا ناكل بيدنا حتى لو استخدمنا الادوات اكيد احنا نستخدمها بيدنا فخلوني اكلمكم عن انا بشيل القلاصات هذه لان مش محتاجه لها واشيل صحن الزبده خلوني اركز يعني خلوني اركز على الفوطه فوطه المائده طبعا من القدم الفوطه كانت عباره عن فوطه كبيره واللي اكتشفوها من زمان في الرسومات عند الفراعنه القدماء وعند الاقريق والرومان فاتضح من خلال هذه الرسومات انهم كانوا ياكلون على الارض وكانوا يستخدمون الفوطه بس كانت الفوطه طبعا بحجم كبير كبير. مع عصر النهضه ابتدت الفوطه تصقر الى وقتنا هذا. الفوطه الكبيره وايد تكون حق العشاء الرسمي. اما الفوط اللي هي تكون اصقر واصقر فهي تكون البريكفاست الفطور او البرانش اللي هو بين الفطور وبين اللانش آه سوري بين, ال بين الفطور وبين الغداء آه او انه يكون آه للغداء. فانا اليوم بتكلم عن فوطه آه المائده في الاماكن الرسميه او في المآدب في المآدب الرسميه تكون الفوطه ساده، اما الاماكن العاديه او الاكلات اقصد المآدب العاديه اللي هي تكون آه فطور آه غدا آه عشاء يكون مش رسمي تكون فيها الوان او مزخرفه. فالفوطه هذه مثل ما قلت لكم آه بعد يحطون عليها اللي هو الرنج، الرنج اذا شفتوا فوطه عليها رنج اللي هو مثل الخاتم هالشكل فهي تكون للاماكن غير الرسميه، اما الاماكن الرسميه ابدا ما يستخدمون الرنج. طيب شنو فائده الفوطه؟ الفوطه هذه تحمي ملابسي من آه الاكل. بس خلوني بس اشرح لكم قبل، تحمي ملابسي من الاكل وايضا لمسح الفم من الاكل وعند استخدام المشروبات، بمعنى ان قبل ما اشرب العصير او الماء او المشروب اللي قدامي من مياه غازيه لازم ان انا امسح الفم، وضروري سيدتي المشاهده ان تكونين حريصه ان الروج ما ما يطبع على الفوطه. طيب، اذا كنت انا مدعوه آه عند آه يعني وحدة عزمتني على الغداء أو على العشاء أو على الفطور فمتى أبتدي أنا آه أحط الفوطة هذه آه لما تي صاحبة الدعوة وتقعد فورا المفروض أنها تأخذ الفوطة وتحطها بمعنى تفضلوا آه يعني تفضلوا حين تقدرون تأكلون فالفوطة من الأخطاء أن احنا نسوي هالطريقة هالشكل ننفضها هذا خطأ وما نعليها فوق الفوطة دائما نحاول نحن نحطها من تحت الطاولة فطيات طي الفوطة يختلف من مكان لمكان وطبعا مثل ما قلت لكم من حجم لحجم فأنا بقول الشيء المتعارف عليه والشيء السهل بالنسبة لكم اللي تقدرون تسوونه طبعا في المطاعم اللي هو طبعا ما عندي كرسي فنحطه على الفخذين تمام؟ طيب مشاعل الاحظ احيانا في البعض منهم يستخدم الفوطه ويحطها فوق يعني ما ادري هل هذه أي. الطريقه صحيحه ولا؟ طيب نايف اشكرك انك سالتني هالسؤال من الاخطاء الشائعه ان احنا نحط الفوطه هنا هو غلط ولكن الممكن ان احنا نحطها هنا وين؟ في الطياره اذا احنا مسافرين ومطبات هوائيه فاكيد نقدر ان احنا نحط الفوطه على الصدر انزين الحين حطينا الفوطه ما نقدر نحن نشيل الفوطه الا اذا بقينا نحن آه نقوم واذا احنا بنقوم اكيد بنقوم لظرف طارئ فما نحط الفوطه في اي مكان ما نحطها على الطاوله ما نحطها على الطاوله نحطها وين آه في مدارس تقول على اليد وعلى الظهر ولكن الاصح ان احنا نحطها على المقعد لما احطها على المقعد مع لغه الادوات المائده هني يبين ان انا راجعه رايحه وراجعه بعد شويه. طيب بعد ما بعد ما كلت وخلصت، نشف ريجي. <applause> بعد ما كلت وخلصت هني آه، وين ممكن انا احط الفوطه؟ احط الفوطه طبعا آه، صاحبه الدعوه لما تحط الفوطه انه خلاص انه خلاص, إن خلاص هي خلصت اكل آه، نقدر احنا نسوي نفس الحركه. بس احنا في يعني من عاداتنا العربيه والخليجيه ان ان صاحبه الدعوه او صاحب الدعوه ما يخلي الاكل الا لين ضيوفه خلصوا الاكل هذا احترام من لهم اكيد انزين وين احط الفوطه هل احط الفوطه صوب اليسار هل احط الفوطه في الطبق هل احط الفوطه في اليمين هذا السؤال لك يا نايف والله انا اشوف ناس كثير يعني بيحطون الفوطه في في الصحن نفسه فما ادري هل مكان الفوطه صحيح ولا لا؟ آه هو بعد ما نخلص طبعا ما يصير نسوي كذي الفوطه نطويها نخليها نفس ما يعني بطريقه بطريقه لطيفه ممكن نحن نحطها أوكي. بهالشكل خلاص من جهه اليمين اوكي اذا في نص الطبق اذا بستخدمها في آه آه يسار الطبق اذا كانت بالرينج محطوط عليها رينج انزين والرنج اللي يستخدمونه طبعا هو دائما انا ما يبته صراحه بس انا يعني ابيكم تتخيلون معي ان هني في رنج فينشال الرنج وينحط هني وتنفتح الفوطه ومن بعدها في ناس يحبون بعد ما يخلصون انهم يحطون الرنج بس انا اشوف انه لا تقدرون تحطون الفوطه بهالطريقه او بطريقه تكون مرتبه عشان في ناس غير في ناس غيركم بيون يشلون الاكل فما يصير نحن نحطه بطريقه غير مهذبه. وفي لا معنى بمشاعر انك انت تحطين الفوطه مثلا على جهه اليمين يعني انا اللي عرفت ان الاتيكيت هي مجموعه من الرسائل ممكن الواحد يوصلها مثلا للمطعم او لصاحب المنزل على سبيل المثال. هي مش رسائل هي ان انت بدال ما تناديه يكون هو مشغول فهو يشوف الادوات ويعرف ان انت آه الحين آه بتطلع وبترجع مره ثانيه او ان انت خلصت اكل هالطريقه اللي هي جهه اليمين حطيت الفوطه معناتها ان انا خلاص يعني خلصت الاكل وشكرا. تمام انزين زين. آه طبعا يعني انا اشوف ان الاتيكيت آه ثقافه جميله طبعا مهم ان الواحد يعني يكون عنده او يكون ملم ولو بمعلومات بسيطة عن الاتيكيت لكن من جانب ثاني خلينا ناخذ هذا التقرير اللي يتكلم عن الأكلات الشعبية عندنا ونرجع لكم إن شاء الله لم تحل إجراءات منع تفشي فيروس كورونا دون استمرار رواد سوق واقف من الاستمتاع بالأكلات الشعبية والتراثية لا سيما في شهر رمضان المبارك فالمطاعم التي تقدم هذا النوع من المأكولات والأطباق ازداد الإقبال عليها هذا العام مقارنة بالعام الماضي لكنها بقيت ملتزمه باجراءات الاغلاق مركزه جهدها على عمليات التوصيل الى المنازل او تلقي الطلبات وتجهيزها للزبائن وقد ساهمت خدمه التوصيل في استمراريه عمل المطاعم وتم تطويرها بفعل الحاجه الماسه اليها في زمن كورونا مروحه واسعه من الاكلات الشعبيه القطريه تتميز بها هذه المطاعم لا سيما انواع الحساء والثريد والمرجوجه والهريس والعصيده والجيمات والبلاليط وغيرها ويلتزم العاملون في هذه المطاعم كافة الإجراءات الاحترازية من تباعد ولبس الكمامة والتعقيم والتنظيف المستمر حفاظاً على سلامتهم وسلامة الزبائن صحيح أن هذه الإجراءات منعت الرواد من الجلوس داخل هذه المطاعم والاستمتاع بأجواء سوق واقف التراثية لكن تفاؤلا كبيرا يسود عند اصحاب المطاعم والرواد بامكانيه العوده الى الوضع الطبيعي حال السيطره على الفيروس ومحاصرته مع استمرار عمليات التطعيم الجاريه مشاهدينا ضمن جهود الجمعيه القطريه للسرطان اكيد دائما تنشر الوعي بين الناس أه وطبعا يصادف مناسبه شهر التوعيه العالميه لسرطان الغده الدرقيه. أه طبعا دشنت حمله الدرقيه حيويه للتوعيه بسرطان الغده الدرقيه الجدير بالذكر ان هي تعتبر أه ثاني سرطان أه الاكثر شيوعا بين السيدات والخامس بين الجنسين في قطر هذا طبعا وفق سجل قطر الوطني للسرطان التابع لوزارة الصحة العامة في قطر اليوم معنا السيدة دانا منصور اللي بتكلمنا أكثر عن سرطان القدة الدرقية الله يكفيكم الشر إن شاء الله وهي مثقف صحي من الجمعية القطرية للسرطان يا مرحبا حياك الله رمضان كريم تقبل الله طاعتنا آمين يا مرحبا فيك استاذه دانا استاذه دانا يا ريت لو تكلمينا عن شهر ابريل وعلاقته بالسرطان طبعا ضمن جهود الجمعية لنشر التوعية بالسرطانات المختلفة لتكون منصة شراكة مجتمعية لجعل قطر رائدة في مجال السيطرة على سرطان وتخفيف آثاره بيكون في عنا حملات دورية شهرية طبعا بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وحتى التقويم الوطني للسرطان في قطر شهر أربعة أو إبريل هو شهر للتوعية بسرطان الغدة الدرقية طبعا مثل ما تفضلت اهميه هالنوع بيجي بانه الثاني اكثر شيوعا بعد سرطان الثدي عند السيدات في دوله قطر. تضمنت الحمله مجموعه من طبعا استهدفت الرجال والنساء لانه ايضا هو بيصيب الرجال ايضا الخامس بشكل عام على مستوى الرجال والنساء. طبعا حملاتنا كانت عباره عن نشر توعيه بالمرض اثاره طرق السيطرة عليه أو الكشف المبكر والوقاية منه من خلال حملات توعويه على جميع منصات التواصل الاجتماعي طبعا تماشيا مع الاجراءات الاحترازيه بث مباشر بوستات توعويه بث لايف عن طريق الانستغرام بالتنسيق طبعا مع مختصين مستشارين وصار في طبعا تفاعل مع المجتمع لحتى نسلط الضوء على اهم النقاط المرتبطه في المرض. استاذه دانا يعني رقم كبير ترى انه يكون آه الثاني من مم. النوع من انواع السرطانات للسيدات في قطر والخامس على الجنسين. آه يخوف شوي الكلام. <تصفيق> <تصفيق> طبعا هلا بالعكس آه هالخبر انا بعتبره ايجابي لانه سرطان الغده الدرقيه من السرطانات اللي سهل اكتشافها مبكرا وعلاجها ممكن توصل نسبة الشفاء ل 100% في بعض الحالات بتكون فترة العلاج قصيرة والجراحة مع بعض يتبعها بعض الأدوية طبعا بيلزم المريض بعد هيك غالبا مجموعة من الأدوية لتعويض طبعا موضوع الهرمونات والآخرة لكن احنا ما بدنا نخوف الناس بالعكس احنا بنقول انه هالنوع من الأنواع اللي اكتشافه يعتبر سهل علاماته أعراضه غالبا واضحة بالإضافة إلى أنه العلاج إن شاء الله يعني متوفر خاصة هون في دولة قطر سجلت كثير من حالات الشفاء التام باذن الله الحمد لله استاذه دانا بما ان احنا تكلمنا عن العدد هل في احصاءات داخل قطر تتعلق بهذا النوع من انواع السرطانات؟ اكيد مثل ما حكينا هو الجنسين هو الخامس للسيدات هو الثاني بالإضافة إلى أنه بالنسبة لإحصاءات متعلقة بالعمر السيدات العمر بأكثر من الأربعين الإصابة فيه لهيك بيكون تشخيصهم أكثر بالنسبة للرجال ستين فما فوق وبس تقريبا أكثر من 80% من مرتبط بخلينا نقول العوامل الوراثية والجينية فالعامل الوراثي هون مهم كتير مساكين النساء يحترون زياده وعليك عشان <applause> الله الله الحافظ <applause> آه. احنا معنا آه نوره المتعافيه من آه سرطان الغده الدرقيه آه شلونك يا نوره ان شاء الله بخير الحمد لله الحمد لله على سلامتك ومبارك عليك الشهر ما تبقى منه. علينا وعليك تبارك الله يسلمك. أه نورا انا يعني اسفه اني بس شلون كانت رحله العلاج يعني لو تقولين لنا بس علشان أه يكون كوعظ أه للناس أن تنتبه من هذا المرض. أه بالعكس والله سؤالك شوي حلو وانا يعني حابه اني اتكلم والهدف من اني انا اذكر تجربتي في المرض أه انه مثل ما قلت يا وعي وان الواحد لازم يعني مثل ما تقولين يكون حريص ويكشف يعني الكشف المبكر وايد له دور مهم. آه، انا آه، تم اكتشاف المرض عندي في آه، الفين وسبعة من اربعة عشر سنة. حزتها كان عمري ستة آه، عشر سنة. آه، طبعا شلون اكتشفته؟ آه، في مستشفى حمد آه، عن طريق انهم اخذوا عينات FNA من الغدة. اللي هي انسجة وحللوها وطرشت بجتها ايجابية. فسويت عملية آه، وشالوا الغدة كاملة طيب نوره يا ريت لو تكلمينا عن يعني خلال الفتره هذه ايش هي التحديات والصعوبات اللي يعني واجهتيها في هذه المرحله اوكي طبعا اول شيء انا رح مع العلاج كانت بدايه سبقه يعني في مستشفى حمد سويت الغد يعني شلت الغده كامله وعقب يعني في بعض الحالات نفس مثلا الحاله اللي انا فيها بعد العمليه طبعا كانسر الغدة الدرقية مش نفس باقي يعني كل كانسر له طريقة علاج معينة. فكانسر الغدة الدرقية ما ناخذ كيماوي مثلا بعد العلاج بعد العملية سوري. ناخذ اليود المشع. <applause> <applause> فتكون هاي دوزز هي مش موجودة في قطر. الحين ان شاء الله قريب راح تتوفر بس يعني انا في المكان وسبعة ما كانت موجودة. فتضطر او يضطر المريض انه هو يسافر برا عشان ياخذها. هذه طبعا من الصعوبات التحديات اللي كانت تواجه الشخص انه مثلا ما يقدر يكمل كامل العلاج هنا يضطر انه يسافر. انا رحت الاردن ورحت تركيا والحمد لله. آه الشيء الثاني يعني بالنسبه لي انا كشيء شخصي آه اللي هو تضارب طموحاتي كشابه مع واقع المرض يعني مثلا آه كنت ادرس خلاص دشيت الجامعه في نفس الوقت كنت ادرس واشتغل الحمد لله تخرجت من بس يعني كان هالشيء وايد صعب أنه أن تحتاج متابعات تحتاج مثلا اسافر علاج او حتى لو هني في الدوحه تسوي عمليه أكون بالمستشفى فهالشيء يعني ياخذ من وقت جهد الواحد آه، بس يعني الحمد لله ان يعني المرض عمره ما كان معانا بسلام رب العالمين والله يحب العبد يختبر صبره وقوته طبعا 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 آه، وبس الحمد لله حبيبتي نورة الحمد لله على سلامتك وإن شاء الله مأجورة يا رب والحمد لله أن أنت تعافيتي من هذا المرض آه العامل النفسي له دور أنه هو ممكن آه أن الإنسان يتعافى ويتشافى آه من هذا المرض بسرعة ولا لا؟ أكيد شوفي آه لازم لابد من وجود خط موازي للعلاج الجسدي والعلاج النفسي في نفس الوقت يعني أنا الجدير بالذكر الصراحة الوالد رغم ظروفه وكبر كان معاي كل لحظه الوالده كان لها الفضل الكبير اختي الكبيره اخواني خواتي العائله وجودهم أه يعني الدعم النفسي والمعنوي اهم من العلاج الطبي نفسه أه طبعا أه الحين احنا اليوم انا فخوره بالتقدم اللي صار قطر من اهتمام وتسليط الضوء على هاي الفئه فئه مرضى السرطان مش بس محتاجين نروح المستشفى، لا إحنا محتاجين بعد دعم معنوي، دعم مجتمعي، دعم نفسي، والحمد لله صار في جهات موجودة في الدولة مثل مثلا جمعية غزر السرطان هم يركزون على هالفئة يطرحون ورشات صحية مثلا، كان في ورشة من فترة بعد عن الأكل الصحي، ورشات دعم نفسي. وطبعاً الدعم النفسي هو نعم الخطوة الأولى نعم في العلاج. نعم نعم نعم. شكراً لك نورة ونتمنى لك دوام الصحة والعافية ولجميع المرضى. طبعاً استاذة دانا يمكن لخت نورة ذكرت نقطة جداً مهمة أهمية نشر الوعي للاكتشاف المبكر. يا ريت لو تكلمينا أكثر عن الجمعية وحملاتها لنشر الوعي في المجتمع عندنا. طبعا اول شيء انا سعيده بسماع الاخت نوره وهي من من اكثر الناس المؤثرين بهذا المجال عندنا وهي من الناس الخبيرين معنا واللي صارت وصلت لمرحله الحمد لله انها عم بتساعدنا بنسل بنشر رسالتنا وهذا من الاشياء اللي احنا بنطمح لها يعني بخصوص حملات التوعيه مثل ما قلنا احنا بنركز على موضوع الكشف المبكر بنغطي المرض من جميع جوانبه بداية موضوع الكشف المبكر وبنقول أنه في حال كان أوكي بده ينصاب الم... أو عفوا بداية الوقاية الوقاية والوقاية والوقاية من خلال اتباع نظام حياة صحي من خلال التركيز على التغذية بما يتعلق باليود والخضروات الأسماك والبيض وغيره بالإضافة لموضوع نظام الحياة بالرياضة وإلى آخره موضوع الكشف المبكر أهمية الكشف المبكر بأنه أوكي إحنا دائما بنقول إذا ولا بد بده ينصاب الإنسان على الأقل يتم اكتشافه مبكر لأنه هالشيء بيعزز فرص الشفاء. المرحله الثانية مرحله او دورنا الثاني بموضوع المرض، اذا المريض انصاب احنا هون عنا دور كتير كبير ببرامج ممكن نغطيها بعد شوي في موضوع الدعم النفسي والمجتمعي وحتى المادي، وايضا بتغيير نظره المجتمع السائده عن المرض، وهذا الشيء اله دور كتير كبير بدعم الفرد ومن حوله حتى المرضى، لانه إذا احنا ضلينا رابطين المرض بالتفكير السلبي رح نرفض انه نطلع من هالقوقعه، رح نضل بنقويه، دائما بنقول الصديق الأول والصدوق للمرض اللي هو الصمت والخوف، فإحنا إذا كسرنا هالحواجز فعليا انتصرنا عليه سواء كان احنا بمريض أو حتى بأي فرد من أفراد المجتمع. نعم، طبعا جهودكم ملموسه أستاذة دانا آلية الدعم النفسي والمادي لمرضى السرطان بصفة عامة مع جائحة كورونا يعني بعد جائحة كورونا الواحد خايف أنه يصاب بهذا المرض أيضا إذا كان في سرطان فشلون أنتم تقدمون لهذا هذا الدعم طبعا مثل ما حكينا احنا بنقدم او خدمات الدعم المادي للمرضى غير قادرين على تغطيه تكاليف العلاج بعد طبعا استنادا للسياسات والاجراءات الخاصه ومعايير معينه اضافه لخدمات الدعم النفسي والمجتمعي غير الاكلينيكي طبعا واللي هي مثل ما تفضلت الاخت نوره هي شيء جزء كثير كبير واساسي بدعم المريض ومن حوله واستعاده دعمه لحتى يستعيد دوره بالمجتمع م. في ظل جائحه كورونا طبعا الحمد لله لم تتوقف اي خدمه من الخدمات اللي بتوقفها عفوا اللي بتقدمها الجمعيه سواء كان للمرضى او حتى للمجتمع ومن خلال طبعا استخدام منصات الالكترونيه كوسائل بديله والحمد لله احنا على تواصل مستمر مع المرضى والمتعافين بهالخصوص في تفاعل كبير منهم والحمد لله طبعا نعم. بوجودهم وجود ناس من اصحاب الهمم العاليه مثل الاخت نوره بيشعر المريض بانه هو رجع بخبرة كبيرة حابب انه لها. يوصلها للمجتمع وحتى يستفيد منها غيره ومن هون اجت فكره مجموعه كبيره من البرامج من ضمنها نعم. مجموعات الدعم يلي بتجمع المرضى يلي تشخصوا جديد مع المرضى نعم الأدمين. اكيد جهودكم بارزه استاذه دانا منصور مثقف صحي من الجمعيه القطريه للسرطان كل الشكر على جهودكم وشكرا على تشريفكم معنا في شكرا لكم شكرا 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 على استاذ. شكرا شكرا استاذ نعم مشاهدينا الكرام، مثل ما تعرفون أن أقيمت قرعة بطولة كأس العرب في الدوحة عندنا في الحي الثقافي كتارة، وبمشاركة 23 منتخب، فنقول لهم مرحباً فيكم في دوحة الجميع. خلونا نشوف هذا التقرير، ونرجع لكم. تحد جديد تستضيفه دوحه الرياضه اواخر العام الحالي الا وهو بطوله كاس العرب لكره القدم قطر 2021 التي ينظمها الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا بالشراكه مع دوله قطر. اهلا بكم في قطر الجميع. مراسم قرعه البطوله العربيه استضافتها دار الاوبرا في الحي الثقافي كتارا. بحضور محدود تماشيا مع الاجراءات الاحترازيه للحد من انتشار جائحه كوفيد 19 وبوجود عدد من رؤساء الاتحادات وممثلين عن الاجهزه الفنيه والاداريه للمنتخبات المشاركه I would like to start by أتقدم بالشكر إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر وأنا سعيد بهذه اللحظة التاريخية وأود أن أشكر من استضافنا في هذا المكان الجميل دار الأوبرا بكتارا وأخص بالذكر سعادة الشيخ جوعان بن حمد الثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية وسعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد الثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم وقد أسفرت قرعة البطولة التي تشهد مشاركة 23 منتخباً عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى رفقة منتخبات العراق والفائز من المباراة التأهيلية الأولى بين عمان والصومال والفائز من المباراة التأهيلية الرابعة بين البحرين والكويت أما المجموعة الثانية فضمت على رأسها منتخب تونس مع كل من الإمارات سوريا والفائز من المباراة التأهيلية الخامسة بين موريتانيا واليمن فيما ستكون المنافسة قوية وصعبة بين منتخبي مصر والجزائر في المجموعة الثالثة ومنتخبي السعودية والمغرب في المجموعة الرابعة إحنا سعداء طبعا بتواجد هالكم من هالفرق يعني بالدوحة أه ولا شك ان هي تجربه بالنسبه لاستضافه أه طبعا قطر لكاس العالم واستعداد قطر لهذا الحدث الكبير واعتقد هو افضل وسيله بان احنا نشوف ملاعبنا ونشوف تجهيزاتنا ونخلي نقول هي البروف الاخيره قبل خلينا نقول أه البطوله نفسها أه السنه القادمه <applause> وستقام بطولة كأس العرب في نفس الفترة تقريبا الذي ستشهد تنظيم كأس العالم وتستضيف مبارياتها ستة من ملاعب المونديال الثمانية مما سيتيح الفرصة أمام منظمي مونديال 2022 لاختبار جاهزية العمليات التشغيلية للملاعب والمرافق المخصصة للنسخة الأولى من العرس العالمي في الشرق الأوسط والوطن العربي جنالكم مشاهدين مشاهدينا مع فقرة الاتيكيت اللي حضرتها لكم وهي الادوات او الادوات المائدة. طبعا الاتيكيت مش بس ادوات المائدة ولكن انا اخترت ان مواضيع الاتيكيت اللي تكون في حلقات رمضان والناس بما يناسب المطبخ فان شاء الله تستفيدوا منها اعزائي المشاهدين. تكلمت في من شويه عن الفوطه عقب عقب ما حطيتها وعقب ما اكلت وخلاص وحين انا مضطره ان انا اقوم فش اسوي راح اخذ الفوطه واحطها صوب اليمين واخذ السكين والشوكه بهذه الطريقه زين بمعنى اكس ان انا ما خلصت اكل وراجعه. اما اذا خلصت الاكل، طبعا الفوطه بنحطها على المقعد ها ما راح نحطها على الطاوله. اما في حاله ان انا خلصت الاكل خلاص خلصت الاكل فنحط الشوكه والسكين الاداه هذه ما نحطها خارج الصحن وانما تكون دائما السكين تنظر الى الشوكه. فنحطها بهالطريقه يعني لو بنقول على الساعه 12 6. أو عشر وربع دقة في الموضوع ها؟ ليش؟ عشان نسهل حق الويتر أنه هو إذا بيشيل للصحن أوكي. ما يكون الشوكة والسكين بطريقة آه مخربطة وفي نفس الوقت إحنا نبين لو نقول له أن الأكل عجبنا انزين؟ آه لو بنتكلم عن السكين آه سكين أول أداة آه اكتشفت آه يعني صنعها الإنسان صنعها الإنسان قبل عصر النهضة فكان يستخدم يستخدم السكين من اجل الصيد والبقاء ومع تطور الوقت عرف انه ممكن يستخدمها في الاكل ايضا الملعقه رقم اثنين من الاكتشافات انه ابتدى في الطهي فابتدى يستخدمها في الاكل عام 1550 في توسكانا تحديدا في ايطاليا آه سووا الشوكة آه وكانت مثل ما قلت لكم في, في الحلقة السابقة إن كانت خمس أصابع والحين مع تطور العصر والوقت صارت أربعة وللأكلات الثانية آه صارت ثلاثة فأنا حين أعطيتكم اللي هي الأساسيات أساسيات وعلى فكرة الملعقة مش أساسية في 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 المائدة إلا إذا وجدت باستا تساعد الشوكة أو شوربة ابدا ما ناكل فيها الرز. طيب مشاعل مهم ان الواحد خلاص. يهتم لهالتفاصيل؟ اكيد مهم وان شاء الله تابعونا في حلقات جديده ان شاء الله من برنامج رمضان الناس بنتكلم اكثر عن اتيكيت المائده. نشوفكم ان شاء الله على خير في الحلقات الجايه نقول لكم الى اللقاء. نشوفكم مع السلامه ان شاء الله.